السلام عليكم طلاب، نشرح الليكتشر الأول من Parasitology of Trematoda. التريماتودا اللي هي تسمى بالفلات وورمز أو الفلوكس بما معناه المخرمات. بداية التريماتود are unsegmented helminths، يعني الدودة حتكون قطعة واحدة، أوكي، مو مجزئة، تمام. بعد إنه هي حتكون فلات، يعني الجسم مال الدودة كله على بعضه مو سميك، اوكي. ايضا برود، بنفس الوقت عريض، اوكي، يعني هيك ممدوده على مساحه بالعرض ورفيعه. وريزمبلينج ليف اوف ذا تري اور الفلات فيش، تشبه ورقه الشجر باختصار. الهيئه مالتها تشبه ورقاية الشجر اللي احنا نعرفها، او الفلات فيش نوع من الاسماك يسموها همات الفلات فيش، يعني شكلها ما تشبه شكل ورقه الشجر، اوكي. نيم مال تريماتول كومز فروم ذير هافينج لارج بروميننت سكرز وذ ا هول ان ذا ميدل. تسمية التريماتود هي جاية من الكلمة الإغريقية التريما، يعني الهول. هذا الهول يقصدون به السكرز الموجودة بجسم هذه الديدان، مثل هذا، أوكي. هذا جسم الفلوكس بصورة عامة، يعني بعيدة عن نوعها، تكون حاوية على هذه الهول اللي يقصدون بها سكرز، اللي هي شلون الأجسام الماسة وبنفس الوقت هي اللي يعني الدودة تشلب من عندها. أكو اثنين، طبعا واحدة هنا ما مبين وهذا الثاني، تمام. ف التريماتودا أو المصطلح تريما يعني الهول. Class trematod constitute a major division of class platyhelminths and are divided into two subclasses, الديجينيا والاسبيدوغاستريا. شوفوا، أول شيء إحنا عندنا كتصنيف عندنا فشيء يسموه البلاتيهلمنس. هذه البلاتيهلمنس تقسم إلى السيستود والتريماتود. نحكي إحنا هنا يعني بجزء التريماتود. بدورها التريماتود تقسم إلى two subclasses اللي هما الدايجينيا والاسبيدوغاستريا. احنا اللي يهمنا هنا هو الدايجينيا، اوكي. راح نحكي عن الدايجينيا على وجه الخصوص. هذه الدايجينيا هي عبارة عن obligate parasites of both الموليسكس والفيرتبرت. هي عبارة عن parasite. الobligate عرفنا ان يعني هو كمصطلح ويقصد به الباراسايت يكون يعني يعيش طفيليا بشكل مطلق، يعني اعتمادة بشكل تام على المضيف مالته، على منه كل من الرخويات الموليسكس والفيرتبرت including المان، بما من ضمنهم الانسان. الدايجينيا من اسمها داي، اوكي، حطوا ببالكم انه هي تاخذ تو هوست، اوكي. اللايف سايكل مالتها تتطلب انها تمر ب تو هوست، اوكي، اللي هو منو الديفينيتيف هوست. الديفينيتيف هوست شلون يعني يتم تمييزه؟ عن طريق انه هذه الديدان لما تدخل هذا الهوست راح تبدي انها تبلش شلون السكشوال ديفلوبمنت مالتها، اوكي. يعني شنو يعني تكبر الى ديدان بالغه، فهذا راح يمثل definitive host. أما intermediate host فهو اللي خلاله يصير asexual or larval stage مال هذه الديدان. توها الديدان بدت يعني إنها تكبر، مثلا هي دخلت لهذا intermediate بيضة فتبدي إنها تنتج larvae بي، أوكي، قبل يعني ما تصير adult. فهذا راح يمثل intermediate host. They have a complicated life cycle in one or more host. يعني هي هذه الديدان life cycle مالتها تميز بكونها معقدة، أكيد لأنها راح تمر على two host. The final stage usually is تسمى شلون الهيرما فروديتك أو المونوسياس، يعني الدودة النهائية الناتجة حتكون أحادية الجنس، إنه الجسم الدودة بحد ذاته الجينيتيليا مالته راح تكون يعني حاوية على الذكرية والأنثوية سوا، ويعني شنو برودوس السكشوالي أند الأسكشوالي. بات حنشوف إنه الشيستوسوما is داشياس in most ديجينيا. الشيستوسوما هي الاستثناء، فهي حتكون ثنائية الجنس. The mature worm trematode varies in size and shape. Some are long, fleshy; other are microscopic. Some are thin, floppy; other are more or less cylindrical. من ناحية الشكل والحجم يعني
هي هاي الأشياء مو كلش مهمة لكن راح أذكرها. فبعضها تكون طويلة وفلشي يعني طرية أو هيك شيء، بعضها تكون كلش دقيقة، بعضها تكون كلش رقيقة، بعضها ممكن شكلها يكون مشابه لل يعني الأسطوانة. In addition to sucker that surrounds the mouth, أكو اللي إحنا اللي قلنا عليهم الهول اللي موجود بجسم هذه الديدان اللي هم سميناهم السكرز. هذه الديدان عندها two suckers, okay. واحد منهم راح نسميه oral sucker, okay. اللي يكون محيط لمقدمة يعني رأس الدودة حوالين الماوث فيسمى بالأورال سكر. هو ميديان فنترال سكر أو الأسيتابيلم اللي هو الفنترال سكر، هذا موجود يعني على جسمها ميديان وفنترال يعني من الداخل من جسم الدودة، أوكي اللي هما ذولا نفسها بهاي الصورة. دنشوف هنا هذا فنترال وهذا اللي يعني بين موجود براسها فوق، فهذا هو يمثل لي الفنترال سكر. اكو بعد شيء يسموه تيجومنت، هذا التيجومنت فاوند ان اول باراسيتيك بلاتي هيلمنتس، يعني هو نقدر نعتبره صفه مميزه للبلاتي هيلمنتس من ضمنها منو التريماتود. نتعرف عن هذا التيجومنت، هو عباره عن نون سيليتد سايتوبلازميك سينسيتيوم ذات اوفرلايز لايرز اوف ذا اوف ماسل. شوفوا هو التيجومنت يعني ببساطة هو عبارة عن القشرة اللي راح تتواجد على جسم هذه الديدان من برا، يكون نون سيليتد تمام، يعني يعني نون سيليتد ما بيأهداب هاي الأمور من برا. و سايتوبلازميك سينسيتيوم راح يكون متكون من layers of muscle، أوكي مثل ما راح نشوف. الإبيديرمز is essentially single cell يعني سينسيتيوم تمام، متكون من single cell formed by fusion of multiple cells that are located below the muscle and in the parenchyma. شوفوا يعني بالنسبة للتيجومنت هنا موضحين يا بهذا الرسم انه هو دا يقول لك متكون من شون، يعني هذا الابيديرمس هو نفس التيجومنت تمام اللي قلنا عليه راح يمثل القشرة يعني البرانية، فهو مثل نشوفه يعني جاي انه هو كقطعة واحدة اوكي، او سينسيتيوم. السينسيتيوم جاي من اندماج خلايا متعددة توحدت مع بعضها فسوت لي سينسيتيوم واحد، اوكي. فمن هاي الخلايا، الخلايا اللي جاي الموجودة تحت located below the muscle اللي هي هذه المسل لاير، اوكي هذولي المسل لاير اللي موجودين بمنو بالتيجومنت، وتحتهم اكو هذولي فتخلايا متعددة من تبدي تطلع للسطح راح شنو تنفتح ناس على ناس تمام وتتحد الى ان تكون لي هذه الابيديرمس. الاكتين سباينز ار فاوند ان ماني سبيشيز اند هيلب ذا وورمز تو انكور themselves. يعني هذا السباينز اكيد انه نتوقع شنو وظيفته، انه تساعد هذه الورم بالشون. شوفوا الانكور بما معناه الراسية، انه هي الديدان لما تدخل للجسم هذا السباين راح يساعدها بانه ترسو مثلا على الجدران وتتشبث بيهم وتثبت نفسها. التيجومنت بروتكت ذا باراسايت اجينست اتس هوست يعني against the digestive enzymes. أيضا من وظائف هذا التيجومنت بالإضافة إلى أنه هو يعني يساعدها بالالتصاق، فهو أيضا أكيد راح يعتبر protection يعني هو راح يمثل القشرة الخارجية، يعني هو خط الدفاع الأول تجاه اللي راح يقابل الدودة بالجسم لما هي راح تدخل الجي آي تي مليان إنزيم، فالتيجومنت راح يكون بوجه هذه الدايجستيف انزيمز. التيجومنت اللي هو منو قلنا عليه السكن او القشره هايلي اكتيف ان نيوترينت ابتيك. التيجومنت ايضا اضافه للالتصاق والحمايه يشكل شلون الموضع اللي حيكون من خلاله يتم امتصاص النيوتريشن لهذه الديدان، فهو هايلي اكتيف كلش نشط بعمليه امتصاص المغذيات اللي تحتاجها الدوده. Under the tegument, there are circular, longitudinal, and oblique muscle fiber and loose parenchymatous material surrounded the internal organs. مثل ما قلنا، أكو هنا فد طبقة من المسل تحت هذا التيجومنت مباشرة. ده نشوف إنه تجيني طبقة عضلية، وأيضا شنو بعد؟ parenchymal cells هنا ما هذا الفراغات اللي هنا تصير ما بين الخلايا.
طبعا هذه العضلات اما انها تكون سيركولار اور لونجيتودينال. هسه نتعرف عن محتويات جسم هذه الدوده، شنو متكونه السيستم اللي عندها. اول شيء الدايجستيف سيستم، نشوف انه هذه الديدان راح يكون عندها جهاز هضمي يبدي من الماوث اوكي وينتهي بالسيكا. ماوث يلي سوفيجاس بروفايدد وذ ماسكولار فارينكس اوكي، واكو عندها زوج من السيكا اللي هي تمثل لي الانتستين لهذه الديدان. هذولي اللي هنا تمام، هذولي pairs of سيكا اوكي. ايضا قلنا اكو اوسوفيجاس، هسه ماوث اوسوفيجاس وسيكا، اما انها تكون سمبل سيكا او برانشد اند بلينجي. مهمه هاي انه يعني الجهاز الهضمي مالت هذه الديدان راح تكون شلون عنده نهايه مسدوده تمام غير مكتمله، فهمتوني؟ واما انها تكون هذه السيكا يعني انابيب بسيطه نازله يعني كانتستين، او انها تكون هايلي برانشد متفرعة إلى هواية فصوص. أما النيربيوس سيستم راح يكون large saddle like nerve commissures located at the anterior portion of the worm dorsal to the pharynx. هذا هو الجهاز العصبي اللي للدودة. الصورة مو حيل واضحة بس يعني نحاول نركز. هذا مقدمة جسم الدودة أوكي. هنا نشوف أكو فشي يسموه النيرف رينج أوكي، صاير وين؟ صاير تقريبا يعني خلف الفارينكس او ولو هنا محيط بها بس يعني حول الفارينكس تقريبا او وراها اوكي، ونازل لي جوها مات يعني. فهذا هو يمثل الجهاز العصبي للتريماتود. بعدها نشوف اكو عدة الديدان excretory system consists of medium posterior bladder empties there through posterior pore primary and secondary collecting tubules are bilaterally symmetric connecting to the capillaries with terminal flame cells or solenocytes. مثل ما قلنا بالdigestive system انه هذا السيستم راح يكون اعمى بالنهايه مالته يعني ما راح ينتهي ما يعني غير مكتمل. اما الاكسكريتوري سيستم لا، نشوف انه منتهي بفشي يسموه البوستيرير بور او الاكسكريتوري بور اوكي. من خلال هذا السيستم راح الدوده تقدر انها تصرف الفضلات مالتها الى الخارج اوكي. فيتكون من بلادر موجوده ميديم بوستيرير تفرغ الى او تنتهي بهذا الاكسكريتوري بور. هنا نهاية جسم الدودة. هنا نشوف انه هذا الاكسكريتوري سيستم هنا اوكي، هنا هذا التيوب اللي منتهي بالاكسكريتوري بور عن طريقه تصرف السوائل والفضلات مال هذه الديدان. ونشوف انه هذا السيستم يكون متفرع الى فد خلايا تسمى بالفليم سيلز. هذه الخلايا هي وظيفتها انها تمتص وتجمع الفضلات مال هذه الديدان وتكون مرتبطه ب كولكتنج داكت او سوري تيوبولز اللي قلنا عليها تمام، وتنتهي بالإكسكريتوري تيوب وبعدين إلى الإكسكريتوري بور. Genital system all digenetic trematod except the schistosoma are hermaphroditic. Each organism is typically self-fertilized. قلنا بالبداية إنه هاي digenetic حتكون monoecious يعني الجسم الدودة أحادي أو يعني أحادي الجنس، بحيث إنه يعني الديدان حتكون self-fertilized أي إنه الإكس يعني تخصب بداخل جسم الدودة نفسه تمام. استثناء من هذا الكلام قلنا الشستوسوما حتكون دايوشس ثنائية الجنس. نحكي بشكل منفصل عن كل من الميل والفيميل ريبرودكتيف أورغانز. بالنسبة للميل حنشوف اكو تيستس كمولي تو وسيل فاس ديفرنس وسوري فاس افرنس وفاس ديفرنس سيمينال فيسيكل وبروستاتيك جلاند ماسكولار سيروس serial sac open into common genital atrium which is provided with genital pore. عرسم يعني يمكن كلام يصير أوضح. مثلا هذا
فلوكس اوكي اذا نشوف بالنسبه يعني للميل ريبرودكتيف اكو هنا شنو هذه السيمينال فيسيكل اوكي اكو فوق هذا السيرس هذا السيرس يجي ورا البروستاتيك جلاند بعد البروستاتيك جلاند السيمينال فيسيكل السيمينال فيسيكل تنطي اللي هو الفاس ديفرنس اوكي الفاس ديفرنس عاد راح يروح وين يفتح بالتستس هذولي التستس اللي تكون يعني متفرعه تمام بالعاده اثنين يعني هاي مثلا وحده وهاي وحده اوكي او سوري هاي وحده وهاي وحده تمام وبعدها كلهم يفتحون بفتشي يسمى الجينيتال بور اذا تحطون ببالكم انه هذه الديدان هسه صار عندها شنو صار عندها اكسكريتوري بور وعندها جينيتال بور تمام الميل ريبرودكتيف اورجانس هسه محتوي على تو تيستس وفاس افرنس فاس ديفرنس اللي هو يعني من السيمينال فيسيكل وبروستاتيك جلاند ايضا والسيرس اللي شفناه والسايرال ساك ما كان واضح بالصور بس اكو سايرال ساك كلهم راح يفتحون الى الجينيتال بور اما الفيميل ريبرودكتيف سيستم حنشوف اكو سينجل اوفري اوكي وليس اثنين واوفيدكت وسيمينال ريسبتيكال ولورالز سوري لورارز كانال وفيتال فيتالاريا وبيرد اند كومون فيتال لاين جلاند كولكتينج داكتس واو تايب سراوندد باي الميلس جلاند اند كويلد يوتيرس يعني بالبدايه نشوف جسم هذه الديدان هذا اليوتيرس اللي هو شنو حيكون كويلد مثل ما نشوف اليوتيرس ملتوي هذا الأوفري سينجل أوفري كلهم يفتحون بالشنو بالأو أو تايب هذا اللي نشوفه هنا يطلع من عنده هذا الفيتال لاين داكت هذا هما الفيتال لاين داكت أوكي هذه من الفيتال لاين داكت يطلع فيتال لاين جلاند هنا هذول اللي نشوفهم هذول الفيتال لاين جلاند تمام وهذا الفيتال لاين داكت اللي هو طالع من الاو او تايب واليوتيراس والاوفري فهذول كسيستمز يعني عندها دايجستيف سيستم قلنا يبدي من الماوث والاسوفيجاس والسيكا اللي هي بيرد سيكا على الجهتين اوكي ولكن شنو ما راح ينتهي دايجستيف تراكت او سيستم غير منتهي يجي ورا نيرفيوس سيستم عرفنا مكانه وين بالمقدمه جسم الدوده دورسال للفارنكس ايضا شفنا انه عندها اكسكريتوري سيستم هذا يكون منتهي ب اكسكريتوري بور او بوستيرير بور عندها بلادر وعندها كولكتنج تيوبولز وعندها فتشي يسمى الفليم سيلز اللي هي السيلونوسايت وظيفتها تجمع السوائل بجسم الديدان وايضا عندها جينيتال سيستم عرفنا انه هي سيل فيرتلايزد هاي اهم شيء وعندها ميل وفيميل ريبرودكتيف اورجانز الميل كانت تو تيستس كانت فاس ديفرنس وسيمينال فيسيكل وبروستاتيك جلاند وسيروس وسيرال ساك يفتحون للجينيتال بور فهي عندها جينيتال بور والفيميل ريبرودكتيف سيستم كانت اوفري واحده ويوتراس كويل يكون ملتوي واوفيدكت وسيمينال ريسبتيكال وعدها ما يسمى باللورز كانال ما كانت واضحه وعدها ايضا فتشي يسمى بالميلس جلاند هم يعني ما شفت عليها الصوره واضحه اوكي بس مهم انه تعرفوهن يعني هاي الامور مميزه لهذه الديدان تمام بدايه يعني الديفينيتيف هوست لهذه الديدان بصوره عامه التريماتودا هو يعني اللي يتم به السكشوال ريبرودكشن اكرز مثل ما قلنا التمايز الجنسي اللي يتم بهذا الهوست راح يخلي من هذا الهوست ديفينيتيف طيب which end by shedding of x فبدايه انا عندي x تمام هذه الX commonly shed along with host feces تطلع عن طريق ويا الفيسز مال الهوست المصاب تمام بعدها هذه الX تفقس إلى ما يسمى بالميراسيديم هذه الميراسيديم مميزاتها إنه هي تكون free swimming highly motile ciliated larval forms هي لارفا أوكي لكن تكون free swimming وموتايل اوكي فالميراسيديوم هاي از انفكتيف للانترميديت هوست اللي هو بالعاده منه السنيل تمام ف
بداخل السنين راح يتم الاسكشوال ريبرودكشنز، بحيث هذه الميراسيديا من مميزات الميراسيديا ايضا انه هي تكون حاويه على سمبل ايز لتجنب اللايت وسيفرال كيميكال اند ميكانيكال ريسبتورز ويتش ذي يوز تو فايند ذا انترميديت سنيل هوست. من المميزات الاضافيه للميراسيديا هسه قلنا انه هي فري سويمينج وهايلي موتايل وسيليتد، وشنو يكون عندها الميراسيديا عندها عيون وعندها ريسبتورات ميكانيكال وكيميكال. كل هذه الخصائص تميز تساعدها سوري حتى انها تحصل الانترميديت هوست اللي هي محتاجتها على مود تتطور جنسيا. ف اللي هو منه الانترميديت هوست هنا السنيل. بداخل هذا السنيل الميراسيديوم راح تتطور الى شنو الثري جينيريشن. حنشوف ثري جينيريشن اللي هما اول وحده السبوروسايتس. بداخل السنيل ميراسيديوم شي اتس سيليا اند بيكوم ساك لايك، هذا يمثل الفيرست جينيريشن. فهذه السبوروسايت هي الفيرست جينيريشن اوف ذس ورم. جايه منين؟ جايه من الميراسيديوم بعد ما شلون ميراسيديوم تدرعت بالسيليا مالتها بحيث صارت اشبه بالساك، متكيسه نوعا ما. هذه هي السبوروسايت، تمام. بعد ما تكونت السبوروسايت وهي قلنا تشكل الفيرست جينيريشن وبلادر كونتينينج سيدز، شوفوا السبوروسايت راح يكون شكلها كانها كيس حاوي بداخل على بذور، يعني هيك كلش فد امور كلش ناعمه بداخل هذا الكيس، حتى بعدين من تطلع تنتجي منه السكند جينيريشن. السكند جينيريشن هنا راح يتمثل بالريديا. هذه الريديا ات ويل ديفلوب انتو فري ليفينج سيركريا اللي هي تمثل الثيرد جينيريشن. فنحكي عن الريديا حاليا، هي هاف فيتشرز اوف ذا ادلت فلوك. هذا مهم انه السكند جينيريشن من هذه اللارفات يكون اشبه بخصائص الديدان البالغه. شلون؟ انه عندها اورال وعندها فنترال سكر، عندها جات اوكي، وايضا البيرث بور او الجينيتال بور، يعني هو نفس البيرث بور هو الجينيتال بور اللي من خلاله يعني تطرح البيوض وهاي الامور، تمام. اللي حتى من خلال هذا البيرث بور راح تطرح لي السيركاريا اللي هي ثيرد جينيريشن. هذا الراديوس ار موبايل ان ذا سنيل اند كان براي اون سبوروسايت اند راديا اوف ذا سيم اور اذر سبيشيز كومبيتيشن. شوفوا الراديا هسه من مميزاتها انه هي قلنا تشبه الديدان البالغه، بحيث عندها سكرز اورالي وفنترالي، وعندها جات، وعندها الجينيتال بور اللي عن طريقه تطرح لي السيركاريا. اضافه لذلك انه هذه الراديا راح تكون عندها القدره على الحركه، وعندها خاصية انه تستحوذ او انها شلون تتغذى على السبوروسايت، السبوروسايت اللي اساسا طلعت منها اللي موجودة بداخل جسم السنيل، او انها تتغذى حتى على الريديا الموجودة وياها من نفس النوع يعني، او ريديا من سبيشيز اخرى من انواع اخرى، تمام. فبعد ما صارت هذه الريديا راح تطرح لي الثيرد جينيريشن اللي هو السيركاريا. هذه السيركاريا are the stage that leave the intermediate host and infect the final host. هسه بعد ما صارت عندي سيركاريا هنا أنا راح تقدر انها تتحرر من المضيف الوسيط لها او الوسطي، وعاد بعدين تروح تتنقل الى ان تصيب الديفينيتيف اور الفاينل هوست مالتها. There can be many consecutive waves of sheathing from snail. Okay. هسه يعني ملخص، أنا عندي إكس طلعت الميراسيديوم. الميراسيديوم خصائصها مهمة، تكون free swimming, highly motile، وعدها عيون وريسبتورات تساعدها بالعثور على الانترميديت سنيل هوست. ميراسيديوم انطتني سبوروسايت، هذه السبوروسايت تمثل منه الفيرست جينيريشن، تكون شكلها بلادر اور ساك حاويه بداخلها على سيدز يعني بدور كلش هوايه. وبعدين من السبوروسايت راح يطلع لي الريديا اللي هي السكند جينيريشن، وهذه بعدين تتطور الى اول شيء الريديا راح تكون مميزاتها انه هي تشبه الادلت فلوك، حاويه على اورال فنترال سكرز و
ايضا الجات والبيرث بور، وعندها القدره على ان تتغذى على السبوروسايت او الراديا مال نفس النوع او انواع اخرى. من الراديا راح تتطور الى الثيرد جينيريشن اللي هي السركاريا. هذه السركاريا هي تمثل الستيج يعني ستيج اللارفا الاخيره اللي من عندها راح تطلع يعني وتصيب الفاينل هوست. هاي هسه يعني نشوف انه depending on the group free circaria either اما انها هذه السيركاريا بعد ما دخلت يعني او انها شلون راح تدخل ال definitive host، اما انها attached to the skin of definitive host discard its tail penetrate into tissue grow mature in this host. مثال عليها شستوسوما، يعني من احدى الطرق انه هذه ال السيركاريا راح اتاجد للجلد مال الديفينيتيف هوست وتطلق الذيل مالتها حتى يخترق التشو اوكي ويدخل بيه وبعدين يوصل الى الماتوريشن بداخل هذا الهوست. مثال عليها شستوسوما، بها يعني الشستوسوما راح تكون الروت اوف انفكشن مالتها بهذه الطريقه. او انها كرولز اون ذا اكواتيك بلانت دروبس اتس تيل راوند اب اند انسيستد باي كفرينج اتسلف وذ ماتيريال سيكريتد باي سايتوجينوس جلاند اند بيكوم ميتا سيركاريا. شوفوا اما انها الطريقه الثانيه انها شلون كرولز يعني تتدحرج على النباتات اللي هي شلون يتم ريها او النباتات المائيه يعني تكون معرضه لهذا المي اللي حاوي اساسا على الانترميديت هوست، ف مو تطلع من عنده تروح تحيط نفسها بهذه النباتات تسوي يعني انسيستد نفسها وتغطي نفسها بمواد مفرزة من الغدد الموجودة بجسمها حتى تتحول إلى الميتاسركاريا. والميتاسركاريا هاي بعدها لما يجي الإنسان يتغذى على هذه النباتات راح يصاب بها. أو إنها she's its tail and penetrate into tissue of aquatic animal in which it become insisted metasarcaria. أو إنها شون تروح تصيب تطلق همات التيل مالتها ويخترق هالمرة منه يخترق الحيوانات الموجودة بالماء أو الحيوانات اللي تسبح بالماء مثلا وهمات تتحوط نفسها وتصير insisted metasarcaria. أول نوع راح ناخذ هو الفاشولا هيباتيكا اللي هي sheep liver fluke او تسوي لي مرض الفاشوليسز. اول شيء النقاط الاساسيه اللي لازم نعرفها عنها هو بدايه الديفينيتيف هوست لهذه الطفيليات هو الشيب الكاتل ولا هيومنز، يعني الشيب والكاتل المواشي وايضا الانسان، لكن الانسان ننتبه انه هو هنا اكسيدنتالي هوست تمام يعني بالصدفه راح يتم اصابته. واذر ماملز لارج فلوكس، هذه يعني مميزات انه هي حجمها كبير نوعا ما. از ذا لارجست اند موست كومن ليفر فلوك فاوند ان هيومن فلاتند ات ذا بوستيرير اند ثين كونيكال بروجكشن انتيرير اند. من النهايه الخلفيه مالتها راح تكون فلات مسطحه والنهايه الاماميه حتكون رقيقه كونيكال بروجكشن يعني باردة للأمام. extensive branching of intestinal cica، عندها cica مثل ما نعرف إنه هي يعني اتفقنا لو هذه الديدان عندها paired of cica، فهنا راح تكون cica مالتها extensive branching or highly branching. ما واضح هنا بس هي هاي ال intestines or the cica تمام. هذه ايضا سيكا اوكي وصلنا extensive branching of testis هسه صار عندنا وايضا extensive branching of vitelline follicles. اذا هي متفرعه على مستوى الانتستينال سيكا وعلى مستوى التستس وعلى مستوى الفيتلاين فوليكلز. Inhabit their large bile duct and the gallbladder. موطن أو المكان اللي حتبقى به الأدولت ورم حيكون large bile duct. انتبهوا على large لأن حنشوف أكو ديدان أخرى حتكون بالsmall. فlarge bile duct والgallbladder. طيب occasionally found ectopically in peritoneal cavity، ممكن أيضا توجد خارجيا يعني بالperitoneal cavity. The eggs are large, thick shield and small operculum.
unimpregnated when light. الإيجز مالتها راح تكون حجمها كبير وعندها قشرة خارجية سميكة، وأهم شيء إنه هي حتكون unimpregnated عندها، يعني وضعها حتكون unimpregnated. في اللايف سايكل أول شيء إحنا عندنا يعني firstly حنشوف إنه ال unimpregnated egg حتعبر عن طريق الفيسس مال حيوان مصاب أو human مصاب، وتعبر تصير تتحول إلى impregnated وين؟ بالماء. أوكي، بعد ما صارت impregnated راح تطلق لي منو؟ أهم شيء الميراسيديا. هذه الميراسيديا تروح مثل ما قلنا هي highly motile وciliated، وشنو بعد free swimming، فتروح تسبح بالماء وتصيب منه، تصيب السنيل اللي هو intermediate host أو first intermediate host. تمام، بداخل هذا السنيل راح تنتج عندي 3 generation، هذه اللي قلنا عليها sporocytes، قلنا عبارة عن sac or bladder حاوية بداخلها على هذولي seeds مدري seams يعني. وبعد السبوروسايت راح نشوف عندنا السكند جينريشن اللي هي ريديا. تمام، بعد الريديا راح تنتج عندي السيركري اللي هي اخر جينريشن، بعدها من صارت عندي سيركر راح تطلق من جسم السنيل وتكون فري سويمينج سيركريا وانسيست اون ووتر بلانتس، تروح تستقر على النباتات المائيه او النباتات المرشوشه بهذا الماء وانسيستد اتسلف. بعدها تنتج لي، بعد ما صارت انسست راح تنتج في فتشي او طور يسمى الميتا ساركاريا اون ووتر بلانت. هذه الميتا ساركاريا هي تمثل انفكتيف ستيج، فلما يجي الهيومن يتغذى على هذه البلانت الملوثه او حتى يتغذى على الشيب او الكتل الاغنام الماشيه اللي حاويه على هذه الديدان اكيد راح يصاب. فبعد ما دخلت الى الدايجستيف اوف هيومن راح تطلع من السيست مالتها وين؟ بالدودينم. تمام، تطلع بالدودينم وتتحول، بعد ما وصلت للدودينم تنتقل الى البيلياري داكت، وهناك عاد تتحول الى ادولت، وهذا هو يمثل الانهابت مالتها. فبس خاف اكو اضافات، قلنا هسه احنا هذه الاكس اللي هي حتكون unimpregnated بالبداية، تصير impregnated بالwater وتطلق الميراسيديا. الميراسيديا تكون تروح إلى intermediate host and undergo several developmental stage اللي هم sporocyte, radia وساركاريا اللي عرفناهم. عاد الساركاريا هي اللي تطلع من السنيل وتروح insist إلى metasarcaria بال يعني الخضروات المائية، يجي الإنسان يتغذى عليها ويصاب بهذه الديدان. and after ingestion الميتاسركي راح تطلع بالدودينام، من الدودينام راح migrate تهاجر إلى شنو؟ إلى intestinal wall and peritoneal cavity, liver parenchyma والbiliary duct. عاد هناك راح تطور إلى adults one. In humans, maturation from metasarcaria into adult flux takes حوالي 3 إلى 4 أشهر. ومهم تعرفون هسه بعد هاي الهوسة كلها أهم نقطتين اللي هما الـ diagnostic stage منية الـ eggs اللي موجودة بالفيسز اللي هي تحديدا unimpregnated egg، والـ infective stage أكيد الميتاسركاريا. epidemiology لهذه الديدان، infections with fasciola hepatica are found in areas where sheep and cattle are raised and where humans consume، يعني مو ذي شو الأهمية. pathogenesis and the symptoms and signs. خلال أول شيء نشوف إنه أكو two phases بهذا المرض الفاشوليسيس تحديدا، إنه إما هي acute phase or chronic phase. فخلال الأكيوت الإصابة الحديثة راح نشوف أكو migration of the immature fluke through the hepatic parenchyma، أو sorry سبب الـ acute phase، يعني الأعراض اللي ممكن تطلع بالـ acute phase هو الانتقال هذه الflux اللي هي immature خلال الـ hepatic parenchyma. فالـ manifestation اللي حتطلع نتيجة هذه migration هي right abdominal pain، يعني منطقة الكبد وهاي بيلياري
اوكي. ايضا راح يكون اكو هيباتوميغالي، تضخم بالكبد، فيفر، فوميتينج، دياريا، ابدومينال روجيديتي. نشوف البيشنت الجدار يعني البطن مالته او هو بطنه بصوره عامه تكون ريجيد صايره وهيجي متصلبه، وبروفيوز سويتنج، تعرق غزاره، اورتيكاريا اند ايزينوفيليا، راح يكون اكو ايضا تحسس وايزينوفيليا هم تصعد، اند كان لاست فور مونث، ممكن هاي الحاله تستمر اشهر. في الكيس الثانيه اللي هي حتكون كرونيك فيس، هذا الكرونيك فيس هو سبب الادولت فلوك وذن ذا بايل داكت، تحديدا بعد ما وصلت الانهبت مالتها اللي هو اللارج بايل داكت مثل ما قلنا، راح تظهر لي سيمتومز شويه يعني اكثر حده. مثلا حيكون اكو traumatic damage, eosinophilic inflammation in the hepatic parenchyma and the bile duct. يعني نتيجة ارتفاع هذه الإزينوفيليا والهيباتوميغالي اللي حيصير، راح يصير damage أو يسميه traumatic damage بالبايل داكت والليفر. أيضا راح يصير hyperplasia with the leukocytic infiltration and fibrosis of the large bile duct. حيصير يعني hyperplasia وتجمع للوكوسايتس نتيجة الانفلاميشن الحاصل، ويتبعها حدوث فايبروسيس، تليف باللارج بايل داكت. أيضا intermittent biliary obstructions، يعني متقطع انسداد بالبيلياري داكت، وانفلاميشن وإبيميا of the gallbladder وcholestasis، يعني التهاب بالgallbladder. بعد the mature worm found in abscess pocket in the blood vessels، راح نشوف اكو بالblood vessels صاير يعني شلون جيب من الابسس، من تجمع من القيح بالblood vessels نتيجة وجود او تواجد الديدان البالغة بهم. اوكي ايضا ممكن يصير ectopic locations of infections، يعني برا هذول المناطق اللي تتواجد بهم الدودة مثل الانتستين واللانكس سبكوتينوس، أو سوري ممكن الديدان يعني تعبر إلى مناطق خارج الجي آي تي مثل اللانج سبكوتينوس تشو فارنجيال ميوكوزا. أوكي هسه عندنا فتشي يسمى بالفالس فاشوليسز أو السيدو فاشوليسز، يعني المرض اللي هو راح ينتج من الفاشولا هيباتيكا لكن نسميه فالس. أوكي ليش؟ هنا refers to the presence of eggs in the stool resulting not from an actual infection but from recent ingestion of infected livers or of sheep or cattle containing adult with eggs. اللي يصير بهاي الحالة انه ماكو اصابة حقيقية، يعني ماكو الجسم جسم الانسان يعني ابتلع هي الاكس واللايف سايكل اللي عرفناها صارت بداخل جسم الانسان، لكن اللي صار انه هذا الشخص تغذى على كبده من يعني كبده الاغنام، هاي اللي يشوها كبده اغنام او مثلا المواشي الثانيه. اوكي يكون هذا الشيب يعني هو مصاب والليفر مالته حاوي على الاكس او الادولت، لكن شلون نقول عليها يعني الادولت ما راح تسبب انفكشن. احنا نعرف انه الانفكتيف ستيج مالتها هي الاكس ان امبريونيتد اكس تحديدا، فهنا انه ويكون حاوي الليفر اللي اكله حاوي على الادولت ورم، وهذه الادولت بيها اكس يعني بس الاكل انه ما طالعه. اوكي فهنا لما يطلع بالستول مالته راح تظهر الاكس او تظهر الديدان بالفيسز مال هذا الشخص، لكن بالحقيقه ماكو انفكشن بجسمه. الدياغنوسيس اما عن طريق الستول سامبلز، راح تظهر بالستول نشوف بيوض بلون يلو الى براون، ايضا الدودينال او البيلياري اسبيريت، والانتي بودي تيست هذا الانتي بودي فعال خلال يعني او يقدر انه يطلع او يظهر الاصابة من بعد اسبوعين من حدوث الانفكشن. ايضا الالترا ساوند اور اللي هي من خلالها راح يتم رؤيه الادولت ان بايل داكت يعني بالتحديد، والسي تي سكان ريفيلز البروز ان ذا ليفر، نشوف المحاجر
هاي الظروف الثقوب اللي راح تسببها الادولت وورم بالليفر. اما الفالس فاشوليسيس ممكن انه تجنب او يتم تجنبها by having the patient follow a liver free diet several days before repeat stool examination. اذا في حال انه الشخص هذا يعني ظهرت عنده حالة الفالس فاشوليسيس فينصح انه هو او ضروري انه هو يتجنب اكل الكبدة خلال الدايت مالته لايام واسابيع عديدة بعد بعد تكرار الاكزامينيشن للستول مالته حتى يتم التاكد يعني من انه خلص جسمه نظف من هذه الديدان. التريتمنت انه الفاشيلا هيباتيكا انفكشنز مي نوت ريسبوند تو البرازيكوينتال. اما الدراج اوف تشويس اللي يهمنا الدراج اوف تشويس هنا هو منه التراي كلابيندازول ويا ينأخذ البيثيونول كبديل يعني تمام. فيعني المهم انه تحفظون الدراج اوف تشويس اللي هو الترايكلابيندازول اما الالترناتيف مالته هو منو البيثيونول. الفاشيلا جيجانتيكا هذه باراسايت تشبه الفاشيلا هيباتيكا لكن مختلفة عنها ب 4 نقاط انه هي greater in length larger acetabulum more anterior position of testis larger size of the eggs طولها اكبر من الهيباتيكا الاسيتابيولم او الventral suckers مالتها اكبر التستس مالتها واقعة anterior لأكثر الاكس اللي تطرحها حتكون اكبر حجما. الناتشرال هوست لهذه الباراسايت هو الكتل والشيب. الكلينيكال سيمتومز مالتها راح تكون مشابهة للفاشيلا هيباتيكا. Infections have been reported more rarely in Asia, Africa, and Hawaii.